تحقيق تحليلي لخطاب الرئيس. ينضم إلينا الزميل الصحفي معين شديد. أسعدنا صباحا أبو أشرف. صباح الخير وفاء. اهلا وسهلا. يعني لربما هنالك تناول بشكل كبير وموسع لما جاء من كلمات في خطاب الرئيس، وايضا تحليلات لهذا الخطاب سواء كان في الاعلام المحلي الفلسطيني او العالمي، وايضا عبر وسائل الاعلام الاسرائيليه التي تناولت الخطاب على اولى صفحاتها. لكن يعني التركيز كان في جل الخطاب ان هذه الصفقه هي جاءت فعليا لتصفيه القضيه الفلسطينية كما أفاد فخامة الرئيس. بتعليق تحليلي، ما رأيك فيما جاء ضمن ثنايا هذا الخطاب؟ يعني وفاء، ربما الرئيس محمود عباس ومن خلال خطابه الذي ألقاه أمام مجلس الأمن الدولي، وهو يعني المفترض أن يكون حامي للسلام في العالم، وجه أكثر من رسالة من خلال هذا الخطاب. أنا أعتبر أن الخطاب الذي ألقاه بغض النظر عن التعليقات التي صدرت عقب إلقاء هذا السيد الرئيس لخطابه، الرئيس وجه خطاب للإدارة الأمريكية ورسالة للإدارة الأمريكية أنكم لستم الوحيدون في رعاية عملية السلام، طلب بمشاركة الدول الرباعية الدولية، وأنه لن يقبل بأمريكا وحدها كراعية لعملية السلام. وجه رسائل للإسرائيليين أيضا أنكم لن تنعموا بالسلام ما دامت القضية الفلسطينية لم تحل. وجه رسالة للأمة العربية، ربما أشاد بمواقف بعض الدول، وأيضا دعا الدول التي مواقفها متذبذبة ومؤيدة حتى للموقف الأمريكي ولما طرحه دونالد ترامب، أن تتركونا لوحدنا، يعني تضغطوش علينا بين قوسين. وجه رسالة للشارع الفلسطيني، التمسك بالثوابت الوطنية التي لا حياد عنها مهما بلغت التحديات والتضحيات، وأكد على التوجه السلمي واستعداد السلطة الوطنية الفلسطينية لعملية سلام في المنطقة قائمة على إقرار الحقوق المشروعة لشعبنا. وأيضا رسالة للمجتمع الدولي، وأيضا هو أحرج دول العالم، أين قراراتكم بخصوص القضية الفلسطينية؟ مئات القرارات اتخذت لكنها لم تنفذ، وبالتالي يعني الرئيس كان يدرك أن مشروع القرار الذي تقدمت به فلسطين لن يمر بسبب تهديدات واشنطن باستخدام حق نقض الفيتو. فبالتالي هو يعني خاطب هؤلاء، حذر من تفجر الأوضاع، يعني إذا يعني حشر الفلسطينيين في الزاوية. فبالتالي هذه رؤية السيد الرئيس. وسائل الإعلام العربية هذا الصباح كنت أستعرض الكثير من المواقع الإخبارية، كلها أبرزت خطاب السيد الرئيس، وأيضا حتى الصحافة الإسرائيلية، وربما اجتماعه مع يهود ألمرت رئيس وزراء إسرائيل الأسبق أيضا حظي باهتمام من قبل وسائل الإعلام الإسرائيلية. فوجئت وفاء بأن الكثير من المحللين السياسيين يعني يحذرون هم أنفسهم الدولة العبرية من تفجر الأوضاع في وجوههم إذا ما استمروا في معاداتهم للشعب الفلسطيني وعدم حل القضية الفلسطينية وفرض حلول أحادية الجانب. أنا وفاء شخصيا يعني صفقة القرن كما ذكرت لك في مقابلة سابقة، يعني أعتقد أنها ورقة طرحت من قبل الإدارة الأمريكية، وأعتقد أن حتى هناك صعوبات إسرائيلية في تطبيقها على أرض الواقع. نعم. هي ربما تكون كورقة كلينتون التي طرحها في شهر كانون الأول عام 99 أو في عام 2000 آسف، ورقة طرحت على الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، طلب منهم إبداء الملاحظة، طرحها كلينتون فشلت. فأعتقد أن هذه المبادرة رغم يعني جبروت الاحتلال ورغم سيطرته على الأرض وعلى المعابر وعلى الجو إلا يعني أنها لن تنجح في فرض أمر واقع جديد على القضية الفلسطينية. هذه القضية حية لن تموت تحت كل الظروف، رغم كل المؤامرات، رغم كل المبادرات التي تصبح هنا وهناك. طب يعني أبو أشرف، بصراحة الصحف العبرية صباح هذا اليوم كانت قد تناولت الخبر، ولربما كان هنالك امتعاض من قبل البعض بسبب المؤتمر الصحفي المشترك ما بين الرئيس محمود عباس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت وفي نيويورك، وبالتأكيد كان قد جدد الرئيس رفضه لخطة ترامب لتنفيذ
تنكرها لقرارات الشرعية بصراحة دولية وحل الدولتين، مؤكدا أنها لن تكون أساسا لأي مفاوضات مستقبلية، ولا أيضا أن تكون الولايات المتحدة وسيطا لهذه المفاوضات. يعني الحديث تركز حول اللقاء ما بين الرئيس محمود عباس وأيضا أولمرت، وبالتأكيد كان هنالك تعليقات وعدم رضا عن هذا اللقاء من ناحية الجانب الإسرائيلي. يعني بخصوص ربما هذا اللقاء وهذا المؤتمر، كيف يعقب على هذا الموضوع؟ يعني وفاء، من يكون في موقع القرار ليس كمن يراقب وكمن يتابع. صحيح صحيح، نقطة مهمة جدا هذه. يعني بصراحة حتى اللي انتقدوا اللقاء، حتى خلينا ناخذ الجانب الفلسطيني اللي انتقدوا اللقاء، شو عندكم بدائل؟ يعني خلينا صريحين، احنا يعني وقفة مع الذات مهمة جدا. اثنين، هذا رئيس دولة يتعامل بشكل آخر عما ينظر إليه البعض. صحيح أنه المفترض أن يكون قريب من أبناء الشعب ومن مواقف الشعب الفلسطيني، لكن الرئيس بمواقفه هذه لم يتخلى عن أي ثابت من الثوابت الوطنية الفلسطينية. يعني شو المشكلة أنه يلتقي مع أولمرت؟ ما دام القصة كما ذكرت أثارت رأي الرأي العام الإسرائيلي وأثارت ردود فعل، فالرئيس إذا تمكن من اختراق. صحيح صحيح، فهذا إنجاز يعتبر، يعني يضاف إلى الماكينة الدبلوماسية وماكينة العلاقات العامة للسلطة في التأثير. وهذا يعني في ظل الواقع الحالي، في ظل التردي العربي، في ظل عدم في ظل اختلال الموازين في المنطقة، في ظل كل ما يحاك ضد هذه القضية الفلسطينية، يتوجب على السيد الرئيس وعلى الكل الفلسطيني أن يدعم هذه المواقف التي تؤكد دوما التمسك بالحقوق الوطنية المشروعة لشعبنا. أنا مع فتح جبهة عالمية وليست لا تقتصر حتى على إسرائيل. نعم. يعني الشعوب في النهاية لها كلمتها، الكونغرس الأمريكي عدد من أعضاء أشار إلى رئيس مجلس الأمن ومجلس النواب، هناك مواقف. يعني يجب أن لا نستهين بأي موقف يعني يؤيد القضية الفلسطينية. ربما البعض عندنا يقلل من شأن ذلك، لا، لكن أنا أنظر إلى ذلك بأهمية كبرى. هذا عضو الكونغرس له مؤيدين كثر في الولايات المتحدة، وربما بصراحة في هذه النقطة على وجه التحديد يجب أن نأخذ العبرة أن إسرائيل تحاول، ومن خلال الحكومة الإسرائيلية إذا ما لاحظنا في الآونة الأخيرة كان هنالك عملية إعادة ربما أو خلق وبعث علاقات التشبيك ما بينها وبين الدول العربية على وجه التحديد، محاولة أن تستقطب هذه الدول إلى ربما جانبها أو فتح علاقات معها، ويعني أن يكون هنالك أخذ وعطاء ما بينها وبين الدول التي قد نستهين بطبيعة هذه العلاقة. يعني الكثير ممن أبدى إمكانية أن يكون زيارة تبادلية، الكثير منهم ممن حتى تحدث عن موضوع السفارات ونقل السفارات وما إلى ذلك. يعني هذا موضوع مش سهل، مش بسيط. صحيح، يعني حتى على مستوى مباراة رياضية إسرائيل تعمل. صحيح. حتى على مستوى مباراة رياضية، حتى على مستوى لقاء في مؤتمر اقتصادي أو مؤتمر آخر تعمل له قصة كبيرة. فبالتالي يعني أنا طالب حتى وزارة الخارجية الأمريكية، وزارة الخارجية الفلسطينية بالتحرك السريع والضاغط والمقنع. أيضا يعني نعرف كيف نخاطب. صحيح. الشعوب بلغاتها من أجل يعني حشد أكبر داعم لقضيتنا الفلسطينية، لا أن نستهين بكلها. وهنا يعني بصراحة اسمحي لي أن أتوجه لنشطاء التواصل الاجتماعي خاصة من عندنا من طرفنا الفلسطيني، ربما يستعرضون بطريقة تهكمية، بطريقة استهزائية لبعض الكلمات التي وردت على لسان السيد الرئيس هنا وهناك. هذا الحكي يعني بصراحة يضعف الموقف الفلسطيني، بالتالي يجب أن نتخلى عن هذه سياسة النقد فقط لمجرد النقد إني أنا موجود. هذه خطيرة جدا، يجب أن يعني نخرج للعالم بشكل موحد، وهذا يستدعي أيضا ما قلناه سابقا بضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام السائدة على الساحة الفلسطينية منذ 2006. فبالتالي يعني يجب تعزيز الضغط الشعبي
الفلسطيني والرسمي على مختلف دول العالم. القضية الفلسطينية حية لن تموت. وبالتأكيد ما هو أكثر إلزاما لنا ويجب أن يكون حاضرا بصراحة هو ضرورة إعادة الوحدة الوطنية في الصفوف الفلسطينية الفلسطينية، هذا ما يجب العمل عليه بدءا من الداخل والنسيج الفلسطيني الاجتماعي، من ثم مباشرة أن نواجه بقية الخطط والمخططات وربما الصعوبات التي تواجه القضية الفلسطينية. إجمالا حاولنا أن نجمل بقدر الإمكان من خلال بالتأكيد التعليق التحليلي للزميل الصحفي معين شديد حول خطاب الرئيس يوم أمس في نيويورك، وبالتأكيد نعم تفضل. إذا اسمحي لي، يعني تخيل مثلا أنا هنا عم بقرأ لك من خلال أحد المواقع أنه بروفيسور إسرائيلي يدعو الفلسطينيين لتشكيل، تخيلي، تشكيل كتائب مسلحة دفاعا عن أنفسهم أمام إرهاب المستوطنين. وانجن جنون الإسرائيليين من هذه التغريدة على موقع الفيسبوك، وضغطوا على حتى على موقع الفيسبوك من أجل صدر هذه التغريدة. فبالتالي يعني تخيلي كيف عم يعني في بعض الأحيان في جهل تخترق، فبالتالي هذه يعني تحقق مكسب كبير جدا. صحيح. ولربما يجب أن نستخدم هذه النقاط يعني كنقاط قوة لنا في مواجهة الاحتلال وفي تدويل مثل هذه التغريدات ومثل هذه ربما المشاركات والتصريحات على مستوى العالم، وأن يتم ترجمة مثل هذه الكلمات بمختلف اللغات. مهم جدا أن نخاطب العالم بلغات مختلفة متعددة وألا نتقوقع فقط ضمن بوتقتنا الصغيرة على المستوى المحلي. أشكرك مرة أخرى الزميل الصحفي معين شديد على هذه المداخلة وهذا التوضيح، ونواصل المشوار الصباحي مع حضراتكم والمزيد ما بين الصباحات والمشاركات وما بين أيضا